شكرا الدكتور الخالدي، ونطلب جميعا من الأستاذ نقيب أستاذ عبد الرحمن بن عمر التفضل معنا إلى المنصة من أجل هذا التكريم، كما نطلب ونلتمس من السيدة الوزيرة الأستاذة سمية بن خلدون التفضل بتسليمه هذه الجائزة الرمزية، ونقف وقفة احتراما لهذا المناضل. اعتدت انا اعتذر لمن سبق هذا الائتلاف برفضي المستمر للتكريم. هذا عندي قناعه ان الانسان احسن وقت يكرم فيه وبعد ان يوارى التراب، لاننا من ناحيه التجربه ديالنا واحد العدد ديال الشخصيات قدرناهم عبر مراحل معينة من نضالهم ومن مواقفهم، ولكن في الأخير إما عيوا أو أهوتهم مطامع ومنافع الدولة فتخلوا عن تاريخهم النضال. ومع ذلك ومن أجل اللغة العربية اللي تتكرموها وكرمها العالم، تنشكروا العالم اللي فهم أكثر عمق المكانة ديال هذه اللغة العربية وقرر لها احتفالا عالميا. نعتقد بأن الاحتفال يجب أن يكون دائما في المغرب، لأن اللغة العربية بتاريخها وبحضارتها وإشعاعها، والعالم الآن مدين لما قدمته له، محتاجة إلى الاحتفاء بها يوميا، ومحتاجة إلى أكثر من ذلك إلى أن يكون هذا الاحتفاء في الواقع عن طريق الاستعمال والتطبيق للغة العربية عبر التعليم بمختلف مراحله وعبر الإدارة. ونحن نتأسف كثيرا على أن اللغة العربية التي هي لغة رسمية، وأنتم تعرفون جميعا ما معنى الرسمية من الناحية القانونية دوليا ومحليا، الرسمية تعني وجوب استعمال اللغة العربية، واجب استعمال اللغة العربية على الدولة المغربية بمختلف مؤسساتها وإدارتها، هذا ليس اختيار لها. وهذه الدولة أعتقد تعرقل، وقلت ذلك من قبل، تعرقل اللغة الرسمية، وهناك أكثر من دليل على أن مكونات هذه الدولة تعرقل استعمال اللغة العربية ولا تعطيها الواجب الذي يفرضه عليها القانون وليس العاطفة فقط. اتجهوا إلى أي إدارة من الإدارات، ونحن 60 عام اللي مشى على الاستقلال، وستلاحظون وتلمسون بأن اللغة الرسمية ليس اللغة العربية وإنما اللغة الفرنسية. اتجهوا إلى أي شركة من شركات التأمين أو التجارة أو البنوك، كيف ترون وسترون بأن اللغة العربية الرسمية ليست هي الرسمية في التطبيق وإنما هي الفرنسية. اتجهوا إلى التعليم إلى آخره. آخر، وهناك 10 دلائل. خذوا مثلا أكاديمية محمد السادس للغة العربية، صدر بشأنها قانون منذ 10 سنوات وإلى الآن لازالت حبرا على ورق. أين الأجهزة ديال هذه التطبيقية؟ ما موجوداش. إذن كفانا تحليل، هادشي قلناه وعاودناه.
نريد التطبيق. وأنا أقترح على الائتلاف الذي أقدره تقديرا، لأنه على كل حال هذه المحاضرات لها أهمية من ناحية التوعية ومن ناحية التعميق ودراسة المسائل. أدعوهم إلى أن يكون هناك مناسبة أخرى أو احتفاء آخر هو إلقاء سؤال علينا أن نجيب عليه: من يعرقل استعمال اللغة العربية؟ من يضع الحواجز أمامها؟ وعلينا أن نفضحه، وأن المسؤولية الآن ليست فقط على الدولة المالية وليس على الحكومة. هذه أسبوع اتجهت لمصلحة الضرائب، فإذا تنشوف المطبوعات كانت تطلع بالعربية وبالفرنسية، وإن كانت تملع بالفرنسية كشي غير حروزة العربية، فإذا به بعض المطبوعات المتعلقة بالضريبة وتسريح الضريبة ديال الضريبة على القيمة المضافة كلها مكتوبة بالفرنسية. الوقت اللي سألت المسؤولين قال لك صافي جاتنا بالفرنسية تنكتب. أنا ما تنسكتش على هادشي، أنا رفعت دعوى وربحت، ومع الأسف القضاء تحمل بعض المسؤولية ديالو، ولكن ليس بكيفية مستمرة. ما تترجم لنا العربية تتنلحوا عليه بالترجمة العربية، اتجهوا على القضاء ليقال أنه تعرم منذ 1975، يعني 90% من الوثائق كلها باقة محررة بالفرنسية. مرارا تنكتب الإدارة أحيانا ترجعوا، ورفعت دعوى، وبعد 10 سنين حكموا بشي تعويضات، يعني على كل حال ما تتهم شيء تعويضات، ولكن القضاء مغلوب على أمره ولا يتحمل المسؤولية. ما يمكنش 90% من الوثائق يبقى أمر بالترجمة ديالها وصفحة ديال الترجمات تتسوى 200 درهم. إذا المشكلة في المغرب ديال العربية ماشي مشكلة قانونية، كان قانون تخصو يطبق ولكن ما باغيش يطبق، والحكومة مسؤولة عن التطبيق. الدستور يقول إن الإدارة والحكومة مسؤولة ويجب عليها أن تطبق القانون وأن تواريه. عين من نادي وعين من كسبو. إذا المشكلة في المغرب ديال العربية مشكل سياسي ماشي مشكل قانوني، قانون واضح إلى آخره، ماشي مشكل ديال الشعب، وإن كان الشعب عليه أن يتحرك، مشكل سياسي ديال الدولة المغربية، وعلينا أن نفهم هذا العمق وأن نواجهه بلا. شكرا لمن شرفوني ومن خلالهم شرفوا اللغة العربية التي تجد لها صدى وعملا اتجه الأمم المتحدة. عشرات ديال الأجهزة اتصلوا الأمم المتحدة عندما قررت اتخاذ 6 لغات. كاين 193 دولة في الأمم المتحدة، 6 لغات هي اللي تعطاها الشرف باش تكون اللغة الرسمية في الأمم المتحدة، يعني الكلام بها في جميع الأجهزة الأمم المتحدة، ومنها أجهزة فنية مثل منظمة الصحة العالمية. هذه اللغة اللي تستعمل هي لغة الطب، اللي تيقول لك الطب ما يقدرش تستوعب اللغة العربية. منظمة الزراعة كلها مصطلحات ديال الزراعة إلى آخره تستعمل فيها العربية. وإذا قرأتم المقدمة ولا القرار اللي اتخذ في سنة 1975 أو 78 عند ترسيم اللغة العربية، واحد التقديم من أروع ما يمكن، هذا التكريم اللي كرمنا به العالم، تقولوا إن الأمم المتحدة واتخذ القرار بالإجماع عرفانا واعتراف منها بالحضارة والدور اللي لعبته اللغة العربية في تاريخ الإنسانية وفي تاريخ الثقافة العربية، تقرر بالإجماع أن تصبح هذه اللغة العربية الرسمية. إذن اللغة العربية يتيمة في المغرب، ولكن ما تعرفوا القدر ديالها إلا الأجانب. شكرا من جديد، وصالحوا معارك، مشروع معارك من أجل فرض اللغة العربية.